السلام عليكم يا جماعة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع جديد والحقيقة مهم جدا، وفي ناس كتير قوي ما عندهمش فكرة عنه او بيتعاملوا معاه بسلاسة، مع انه ممكن يكون في بعض الاحيان خطير جدا، وهو موضوع تفاعل الاعشاب وبعض الاطعمة مع الادوية او الادوية الشائعة اللي بيتناولها الانسان. طبعا لازم نعرف ان الدواء ده عبارة عن مادة كيميائية غريبة عن الجسم، فلازم بعد ما الدواء دوت ينقضي فترة نص العمر بتاعته يبدأ ان هو الجسم يتخلص منه بطريقة من الطرق الشائعة اللي هنتكلم عنها ان شاء الله قدام في الفيديو. طبعا بعد ما الانسان بيتناول الدواء، كل دواء بيبقى ليه فترة نص عمر معينة. بعد ما بتبدأ فترة نص العمر دي تخلص، الدواء بيكون فيه الدم، يعني في البلازما بتاعت الدم بيوصل لمستوى او ليفل معين. بعد ما فترة نص العمر دي تبدأ انها تشارف يعني على الانتهاء، بيبدأ الجسم ان هو يتعامل بمجموعة من الانزيمات المخصصة اسمها CYP enzymes. الانزيمز دي ممكن تكون موجودة، هي موجودة بشكل رئيسي في الكبد، وبعضها موجود كمان في الامعاء الدقيقة. بيبدأ طبعا بعد ما فترة نص العمر زي ما قلنا بتيجي، تبدأ الانزيمات دي تتعامل مع الدواء وتبدأ انها تعمل عملية اكسكريشن او اخراج من الجسم. والاخراج ده بيكون من خلال طريقتين رئيسيتين، هو من خلال البول، طبعا من خلال الكبد، ان بيحصل افراز للدواء دوت، بيتحول الاول لصورة دايبة في المية، بيبدأ ان هو يحصل له استخراج من الجسم عن طريق البول او من خلال البراز، ولكن مساهمة البراز في استخراج الدواء بتكون قليلة، وممكن تكون في بعض الأدوية مش موجودة اصلا. واحد من اهم الانزيمات دي هو انزيم CYP3A4. الانزيم ده مسؤول عن طرد نسبة كبيرة قوي من المواد الغريبة او الأدوية اللي بيتناولها الانسان، وطبعا الانزيم ده